بدكم تحولوا لأصدقائكم وما بتعرفوا تفاصيل حساباتهم مع تطبيق الموبايل بانك من البنك الإسلامي العربي، بتقدروا تدفعوا أو تحولوا أموال الأصدقاء عن طريق رقم الموبايل بكل سهولة. كيف؟ بعد تسجيل الدخول على التطبيق اختاروا الدفع لصديق أو تاجر من القائمة، منختار الدفع لصديق ومنكتب اسم الشخص المراد الدفع له، مندخل رقم الموبايل وبتقدروا تختاروا رقم من سجل الأسماء الخاص بهاتفكم، منختار البنك ومنضغط فحص حساب الصديق. طبعاً الدفع للأشخاص اللي عندهم حساب جاري شيكل، بعد ما نتأكد من اسم الشخص ورقم الهاتف منضغط تأكيد، مندخل المبلغ ومنختار الحساب اللي بدنا نحول منه، ورح تظهر حسابات الشيكل فقط ومنضغط الدفع لصديق، منكتب رمز التحويل PIN. العملية صارت جاهزة والمصاري تحولوا فوراً من حسابك لحساب صديقك.